عمي انا بكلمك، هو انت بتخصم لنا يومين؟ عمي ده في البيت يا حبيبي، انا هنا اسمي مستر بليغ. لما كنا قاعدين على الكنبه بنشرب قرفه بالحليب تقول لي عمي. وانا يا مستر بليغ والله ما شفتهاش في حياتي واحد صاحب شركه اتخصم منه يومين دي. هنا جاي لي عشان اوريك حاجات كتير. انا ما عنديش مشكله يا مستر بليغ، ممكن حضرتك تخصم لي 3 ايام عادي، انا بحب الخصم. شفت التطبيل؟ اتعلم المهندس. احنا لازم نوقف المسخره دي دلوقتي. انت لسه شفت حاجه؟ المسخره اللي على اصولها جايه يا حبيبي. ادخل. هاي مستر بليغ. هاي دارلينج. الاوفيس جيرل الجديده. اللهم صل على النبي. اوفيس جيرل؟ بكالوريوس سياحه وفنادق وخبره وبتعمل قرفه بالحليب ما حصلتش. اي خدمه ثانيه؟ ثانك يو دارلينج. الاوفيس بوي يا مدحت بعت شركه عمرو. عمرو امير ابن حلال ويستاهل. والله احنا كنا قلقانين قوي على اوفيس بوي يا مستر بليغ، كويس ان انت طمنتنا. عجبك النسكافيه؟ حكايه، عسل نحل ابيض. طيب خلصت شو؟ اقدر امشي؟ لسه الشو هيبتدي يا حبيبي. انا شايف ان الشركه عظيمه وماشيه كويس قوي، بتحقق ارباح كل سنه. اكتشاف هايل. الاكتشاف الاهيل بقى يا مدحت ان الارباح دي على الورق بس، لكن الحسابات في البنك الكاش مفيش. فلوس بقى منطوره في السوق، حضرتك ابن سوق وفاهم. ابن سوق ده عايز ابن حراميه. هاي بيبي. مالك؟ جيت في وقت مش مناسب؟ ست جهلة متخلفة بصراحة يا ماما، أنا مش شايفة غلطت في أي حاجة. أنت أصلك ما شفتهاش وهي بتتكلم، دي ما أخدتش ربع ساعة تربية. أيوة ممكن يكون خانها التعبير، بس هي بصراحة معاها حق، ما ينفعش تحط رقبتها تحت سكينة عمي بليغ. تصدق كان المفروض تبقى ابنها مش ابني؟ مش قادرة أتخيل إن كنتم مش سمعين صوت العقل. وهو العقل بيقول إننا نلم من بعض ونراضي عمي؟ الراجل ده مش هيحل عن سمانة إلا لما ياخد حقه، وبعدين ما نعتبرها بداية جديدة، نقطة من أول السطر. شكله كده لعب في دماغك. هو أنت صحيح رحت الجمالية تعملي إيه؟ مالكش فيه. ايه ده؟ ده تليفونها؟ ابعتيهولها مع الشغالة. كان عندها موبايلين والاتنين كانوا محطوطين جنب بعض. عادي بتحصل. بتحصل؟ يا بنت ال يا لهوي، وانا اللي كنت بدور عليها تاني كنت ناسيها عندك. والله يعني مش سايباه عندي عن قصد ومفتوح عشان تسمعي كل الكلام اللي انا بقوله. شوفتي هتفضلي طول عمرك كده، مفيش هتتغيري. والاتنين كانوا محطوطين جنب بعض، اشمعنى ده؟ مش متعوده. وبعدين ده البرايفت، لو انا كنت حافظه رقمه كنت اتصلت عليه ودورت. وبعدين انا ممكن اديكي رقمه عادي يعني، بس انا لو اديتهولك مش هيبقى برايفت. امسكي تليفونك يا اختي. هاتش. انا وريتك. بيئة. ثانك يو. ثانك يو سانيا. دلع نفسك انت على الاخر يا بليا. معقوله كده يا ياسمين تسيبي جامعتك ودراستك وتيجي هنا من غير سبب؟ لا مفيش حاجه من غير سبب. طب ما انا عمال اسالك من ساعه ما جيتي مش عايزه تقولي ايه السبب. عادي لو متضايقه انا ممكن امشي. ما تتكلمي يا ياسمين. اتكلم كده من اول قلم؟ اتكلم على طول ازاي؟ امال فين جو السسبنس والاكشن اللي انت بتحبه؟ انا بحب السسبنس والاكشن؟ انت حياتك كلها سسبنس واكشن. انا مش حامل المناورات دي يا ياسمين. من غير اي مناورات. انت وحشتني يا بليغ. صحيت من النوم لقيتك وحشني فقلت اجي اشوفك. ده بقى سبب الزيارة. سنت صغيرة
وانت مش كبير يا بليغ، مش عايز تدي نفسك فرصه معايا ليه؟ وانا مش عاجباك؟ ده هو الاجابه على السؤال ده. ايه المشكله؟ في حد تاني؟ مش الفكره. بتخاف؟ ما بخافش. امال ايه؟ بخاف. صباح. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. انا همشي كده، استنى ردك ما تاخرش عليا. باي باي. باي باي يا طنط. نايس تو ميت يو. دي بتقول لي يا طنط. وبتقول لي يا عم. معلش انت مش قلت انك هتيجي؟ انا قلت اعملها لك مفاجاه يا بليغ. والله مفاجاه جميله. بص الشغل كله انا حاطط كل الحاجات قدامي في الحسابات والدفاتر. انا لازم امشي. لا 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 لا. طب يعني ما يصحش انت لسه جاي. نقعد نشرب حاجه مع بعض. اهري فك بقى. اوبا، بس حلوه الحته البيضاء موريش دي. انا مش عارف عمك بيجيب صحه لكل الحته دي منين. هو تقريبا الراجل الفاشل في مغناطيس بيكذب الستات ليه؟ الله، طب ما انا فاشل اهو، ما بكذبش حد. انت محتاج تجتهد جامد. انا مش خايف لا اتخصم لك؟ تخصم لي؟ راجل بلاش قله قيمه يا راجل انت. طب رايح انا بيت فيهم؟ طروق اخويا الصغنون حبيبي، مبسوط معانا في الشركه؟ الله بيعرف بحبه قد ايه. هو البيجوزي هنا؟ مدحت يا مدحت. لا ده نزل من بدري. تعرفي يا صاحبتي انه ما سألش على ابنه من ساعه ما كنا في المستشفى؟ والله مش ذنبي يا نيال، لو عايز يجيلك مش همنعه. يعني ايه؟ مش هتسيبيه؟ مش هيطلقك؟ والله اللي انا عرفته ان انت اللي طلبتي الطلاق ومصر عليه، يعني المفروض مالكيش دعوه بينا. نكمل بقى ما نكملش، دي حاجه تخصنا احنا ولا ايه؟ ده كلام جديد يا منى. ما القديم ما جابش نتيجه. حاولت اعتذر لك وابعد وانت ما فرقش معاكي. عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ اموت لك نفسي؟ كنت مصدومه وخلاص فقت. بعدي عن مدحت يا منى وسيبي البيت وابنه. ماشي؟ متاخره قوي للاسف. بحبه وهو بيحبني، ومحدش فينا يقدر يستغنى عن التاني ابدا. انا انسانه يا نيهال مش ملاك، ومن حقي ان انا اعيش. تعيشي بانك تخطفي راجل من مراته يا منى؟ الراجل يا حبيبتي ما بيتخطفش، الراجل بيجي بمزاجه لما يلاقي اللي تفهمه. ماشي يا اللي بتفهمه. ماشي يا حبيبتي، من حقك. ربنا يسعدك ويهنيك. شرفت. اتفضلي. ايه ده؟ حلو، هتحبيه. لا بس واضح جدا انك ماشي على العلاج. انت بتشتغل هنا؟ والله. واللي قبلها؟ كانت بتشتغل هنا وجاية تقبض المعاش. دي ياسمين صاحبة ولاء، يعني عيلة بالنسبة لي. بس مش ده اللي كان باين. الدكتورة لازم تصدق المريض بتاعها، والا اللي بتتكلم بقى دي مش الدكتورة. بقول لك ايه يا بليغ؟ مش كل حاجة تقلبها زهر عشان تهرب. قولي لي بجد بجد بجد، حصل؟ ايه؟ بقولك ايه؟ أنا بقول ده لمصلحتك، ولو مش عايز تسمع الكلام هتنتكس يا بليغ. انتكس؟ هتنتكس. عموما أنا غلطانة إني جيت من غير ما أتكلم. ايه بس القفش ده؟ مين قالك أنا قفشة؟ أنا زي الفل أهو. طيب خلاص ما تزعليش. يا أخي أنا مش زعلانة ولا في حاجة، أنت في إيه؟ ياما مرضى بيمشوا بدماغهم بيرجعوا لي يعيطوا في الآخر، وأنت واحد منهم يا بليغ. أنت حر. راح نتفاهم، نفتح صفحة جديدة وبداية جديدة. تمام؟ اوكي. سوري اني جيت من غير ميعاد يا بليغ. فريدة، ده ايه اليوم العسل ده؟ طب انا اتأخرت ولازم اروح العيادة. ليه؟ ليه؟ دي فريدة يعني
ده انتوا تعرفوا بعض؟ ايوه، انا رحت لك العياده وحذرتك، فاكره؟ طبعا فاكره، كان عندك حق. عم جابر اللي قالك ان انا هنا، الراجل ده لازم يسكت. هو برضو لازم يسكت. وبعدين بقى، وبعدين معاك هقول لك ايه، لو كسرت اي حاجه في الشركه دي هضطر ادفع ثمنها. الشركه دي مش بتاعتي. مش هكسر حاجه، انا اصلا لولا ان انا محتاجه لك انا ما كنتش جيت. اوعى كده. محتاجه لي في ايه؟ ده الورد. ها سيب اهو، ما تحطش حاجات قدامي. عايزه ايه يا فريده؟ عايزه ايه؟ الموضوع ما عرفتش اعمله لوحدي، احتاج راجل، واتزنقت ما لقيتش الا انت. اعمل ايه يعني؟ طب احكي.